بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين كاملين على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وفي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهما عونا لنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم في هذه الحلقة من السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفعني بها وإياكم، سلسلة عظماء الإسلام، أتحدث عن شخصية عظيمة حازت من كل لون بطرف، وأخذت من كل فضل بجانب، وهو شخصية متكاملة كالعادة في اختيار شخصيات متكاملة في هذه السلسلة قدر الإمكان. ولماذا؟ لأننا اليوم أيها الأحباب نطمح أن نعيد مجد الإسلام من جديد، ونطمح أن يعود للإسلام قيادته للعالمين من جديد، ونطمح إن شاء الله تعالى أن تعود إلينا الصدارة والريادة. لن تعود إلينا بالكلام، ولن تعود إلينا بالأماني، فما جلبت علينا الأماني إلا شرا كما تعلمون. ولن تعود إلينا بالخيالات، إنما ستعود علينا وإلينا إن شاء الله تعالى بالأعمال الصالحة المضاعفة، وبالجهد المبذول، وبالعمل المتواصل على منهاج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الصالحين من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بغير ذلك تظل أمانينا كلها محلقة، ليس فيها شيء متصل بأرض الواقع. ولهذا اختير في هذه السلسلة رجال عظماء كانوا قد حازوا جانبا عظيما من الكمال ومن الشمول في شخصياتهم. فكان الإمام الكبير والعلم الفذ الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري أحد هؤلاء، ولا شك أحد هؤلاء العظماء الذين أثروا في عصرهم أيما تأثير، وتناقل الناس هذا التأثير عبر القرون حتى صار الحسن البصري المنزلة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به في عليه. من هو الحسن؟ الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر كما تعلمون توفي في السنة 23 من الهجرة النبوية الشريفة المطهرة، فقد ولي الخلافة 10 سنوات بعد أبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه توفي في السنة 13 من الهجرة الشريفة الكريمة، فهو إذن قد ولد في السنة 21 للهجرة من أبوين لم يكون أو لم يكن لهما نسب ولم يكن لهما حسب، بل كان أبوه مولى وكانت أمه جارية. لكن أيها الأحباب، إن طالب المجد لا يقف عند النسب، بل يتعدى ذلك إلى العمل. ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قالها أنا ذا. والحسن كان واحدا من هؤلاء، فأبواه كانا سبيين، أي سبيا في الحروب بين المسلمين والمشركين، وأبوه سبيا وانتقل إلى المدينة وتزوج هذه المرأة الجارية، فأنجبا الحسن البصري، ونعم ما أنجبا. الأم كانت تدعى خيرة، وأبوه يسمى يسارا، فهو أبو الحسن يسار، والحسن هذا ابنه.
أمه خدمت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خدمتها، فكانت ربما تضع الحسن عندها وتذهب في حوائج أم سلمة، والحسن ما زال رضيعا صغيرا، فيبكي الحسن، فكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تلقمه ثديها تسلية له حتى تأتي أمه، وربما در عليه اللبن المبارك، فهو لبن منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ الإمام ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية. وربما كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تخرج به إلى الصحابة وكان صغيرا فيدعون له، وكان من مشهور دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. فنال بدعوة عمر مكانة جليلة عظيمة، فكان فقيها في دينه حبيبا إلى الناس أجمعين، فلا أعلم أحدا يبغض الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به. فنشأ في بيت النبوة في بيت أم سلمة، ويقول: كنت أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فألمس بيدي وأنا ابن 14 سنة، يعني لم يكتمل نموه بعد، ألمس سقف الغرفة بيدي أو سقف الحجرة بيدي. انظروا كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم ومعيشة أزواجه الكرام رضي الله تعالى عنهن، فتى يبلغ من عمر 14 عاما يلمس سقف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فكيف كانت هذه الحجرة وكيف كان اتساعها وكيف. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمز عائشة لتقبض رجليها فيسجد لصغر مساحة الغرفة صغرا، يعني ملاحظا كما تعلمون. فهكذا ربي الحسن في بيت النبوة، فنشأ بين الصحابة رضي الله عنهم، ينظر إليهم، ينهل من علمهم، يرتشف من خصالهم الكريمة الشريفة. وكان مشهورا بالزهد، كان قد انتهى إليه الزهد هو وسبعة من التابعين، فكان هنالك 8 من التابعين الكبار انتهى إليهم الزهد، الحسن واحد منهم، منهم أبو مسلم الخولاني، ومنهم أبو إدريس الخولاني، منهم عامر ابن عبد قيس، ومنهم الحسن البصري، وهكذا هؤلاء الكبار انتهى إليهم الزهد، فكان الحسن واحدا منهم. انتقل إلى البصرة وعاش فيها، وكان مفتي البصرة رحمه الله تعالى. هذا الرجل العملاق شخصيته حوت جوانب كثيرة مهمة وحساسة ونحتاج إليها ونفتقر إليها أيما افتقار. العنوان الأول لشخصية الحسن البصري إذا ردنا نضع لها عنوانا فهو: كان زاهدا بل تمثل قمة الزهد. ما الزهد إذن؟ الزهد وهو شيء خطير جليل، لكن في الحقيقة نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الزهد الحقيقي، كما كان الصدر الأول حال اتساع الإسلام وانتشار الفتوحات في حاجة لزاهد حقيقي يذكرهم بأمر الآخرة ويقوي صلتهم بالله تبارك وتعالى ويحبب إليهم الجنة ويخوفهم من النار. وذاك أنه نشأ في زمان اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الفتوحات وكثرة الأموال، وأصبح الناس يتقلبون في أموال عظيمة، وأصبحوا ينالون من الدنيا وقد تنالوا منهم شيئا، لذلك كان مجيء الحسن البصري آنذاك في غاية من الأهمية، وكان الناس يحتاجون إليه أي احتياج، كزماننا اليوم الذي نحتاج فيه إلى الزهد خاصة في هذه البلاد الغنية، البلاد الخليج والمملكة وبلاد غنية تحتاج إلى أن يذكر أهلها بالزهد من حين لآخر. فأنت لا تحتاج أن تذكر الفقير بالزهد إلا في جوانب معينة، لا تحتاج أن تذكر الكادح بالزهد، لا تحتاج أن تذكر من بالكاد ينال لقمة عيشه بالزهد، فهو زاهد ضرورة.
لكن تحتاج أن تذكر الغني، تذكر المترف، تذكر المتقلب في النعم، كما هو حال كثير منا اليوم ولله الحمد. فنحن بحاجة كبيرة إلى زهد الحسن البصري وإلى تعلم هذا الزهد منه حتى تستقيم حياتنا المعاصرة. الحسن ابتدأ هذا الزهد ولا شك، هو مجموعة من التابعين، وذكرت لكم سببه: اتساع الفتوحات، كثرة انشغال الناس بالدنيا إلى آخره. فابتدأ أقوالا وأعمالا زهدية في غاية من الروعة. لكن أيها الأحباب، من جاء بعد الحسن، بعد عصر الحسن في القرن الثاني، أن الحسن توفي سنة 110، فقد عاش عمرا طويلا، ولد في السنة 121 وتوفي في سنة 110، فعاش قرابة 90 عاما. فهو قد أدرك زمان الصحابة الأوائل الكبار العظام، وأدرك زمان متأخريهم الصغار مثل عبد الله بن عمر ومثل أنس بن مالك وغيره، وأدرك زمانا خلت فيه الأرض من الصحابة. فكان أدرك هذه الأزمنة الثلاثة، ورأى تغير الناس، وخبر الناس وخبروه، وعرف الناس وعرفوه. لذلك كانت مواعظه تقع الموقع الصحيح وتجد القبول من عامة الناس، وذاك أنه فهم زمانه ودرس زمانه وأوانه وعرف أحوال الناس فيه أو في هذه الأزمنة الثلاثة، فكان لكلامه القبول وكان لكلامه من النفاسة الشيء الكثير. فالحسن رحمه الله تعالى توفي سنة 110. من جاء بعد الحسن ووسع في الزهد وأدخل فيه ما ليس منه، يعني الحسن زهده كان زهدا قائما على السنة، السنة النبوية المشرفة، ما خرج عنها في زهده أبدا إلا في جوانب يسيرة قد أذكرها لكم. يعني شدة الحزن المغرق، كان حزينا للغاية، حتى قيل إنه 30 سنة لم يضحك و40 سنة لم يتبسم، مثل هذا الكلام. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكنه كان حزينا جدا في حياته، كان الحزن هو الغالب عليه، ولا شك أن الحال النبوي كان خلاف هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تبسم وربما ضحك صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهذا هو الحال الأكمل. لكن عموما في الجملة نستطيع أن نقول إن زهد الحسن كان متمشيا بدرجة كبيرة جدا مع السنة النبوية الشريفة المطهرة ومع منهاج الصحابة رضي الله عنهم، فلم يعب عليه أحد منهم شيئا مما أتى به أو اتصف به. وهذه نعمة من الله أن الصحابة رضوا عنه وأنسوا إليه وارتضوا منهاجه، حتى أن أنس بن مالك كان يقول: عندكم الحسن فقد حفظ ونسينا. أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عندكم الحسن فقد حفظ ونسينا. ويقول أبو جعفر الباقر، وهو من كبار السلف وهو والد الصادق جعفر الصادق، وسيأتي في السلسلة إن شاء الله في حلقة القادمة إن شاء الله تعالى، يقول عندما سئل عن الحسن قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. وقال العوام بن حوشب: إذا رأيت الحسن البصري ما أشبهه إلا بنبي. هكذا كانوا يرفعون قدره ويجلونه ويعظمونه. وكان الجاحظ يقول، وهو من هو في البلاغة وفي المكانة الرفيعة من الأدب، يقول: إذا أردت الخطابة فما رؤي خطيب مثل الحسن البصري. هذا كما قلت لكم وهو أصله غير عربي، لكنه رضع العربية ونشأ بين ظهراني الصحابة رضي الله عنه، فاكتسب شيئا عظيما. ولا شك أن رضاع أم سلمة له كان له فضل كبير عليه وعلى تفتيق مواهبه الكبيرة الكثيرة. جاء قوم كما قلت لكم بعد الحسن نهجوا في الزهد منهجا مخالفا للسنة في قليل وفي كثير، وتدرج هذا المنهج في مفارقة السنة حتى صارت المفارقة عظيمة، وادعى الزهد أقوام، وكان فيهم من يسمون بالصوفية، هم الذين تولوا قيادة لواء الزهد أو رفع لواء الزهد.
وعرفوا به. إن الصوفية الأوائل الذين مشوا على كثير من زهد التابعين مثل الحسن البصري وعامر بن عبد القيس وأبي مسلم الخولاني وغيرهم، يعني مدحوا في الجملة من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أئمة السلف، مثل جنيد البغدادي ولم يعب عليه أحد فيما أعلم منهجهم، مثل أبي الحسين النوري، مثل أبي عثمان الحيري، مثل ذنون، مثل هؤلاء، يعني ما عاب عليهم السلف أفعالهم ولا كلامهم في الجملة، وقبلوه وارتضوه، لكن كان فيه شيء من مفارقة للسنة، شيء قليل. ثم صار هذا القليل يتسع ويتسع ويتسع إلى أن صار في القرون المتوسطة والأخيرة بعيدا كل البعد عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر هذا في الأمة الإسلامية أيما تأثير، تأثير سلبي عظيم كان له. كيف؟ قد ذكرت لكم قبل ذلك في سيرة عبد القادر، في سيرة عبد الكريم الخطابي، وفي سيرة عمر المختار، وفي سيرة غيرهما من المغرب العربي، ذكرت لكم كيف تدرجت الصوفية إلى أن صار بعضها عونا للاستعمار. فإذا كانت الصوفية تنادي بالزهد وتحث عليه في كثير من أقوالها، فكيف يستقيم إذن هذا مع ذلك؟ فهنا أصبح الزهد مشوشا في أذهان كثير من الناس، خاصة أنه ارتبط بالملابس المرقعة، ارتبط بضرورة شظف العيش إلى درجة كبيرة جدا في أذهان الناس، ارتبط بضرورة ترك الدنيا جملة وترك الأعمال فيها جملة، وعدم الامتهان مهنة فيها، وكان الامتهان عندهم نوعا من العيب الكبير الذي يعاب به الشخص. كل هذه العوامل أدت إلى انحطاط كبير في الأمة الإسلامية. نحن اليوم نريد أن نزهد في هذه الدار، ونريد أن نلحق بركب الحضارة العالمية، نريد أن ننشئ للأمة الإسلامية حضارة عظيمة. لا يستقيم هذا إلا إن فهمنا الزهد فهما صحيحا. الزهد أيها الأحباب أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، فإن دعيت إلى أن تضحي بها استطعت فهي في يدك، لكن إن كانت في قلبك ما يمكن. يعني لو قيل لك هات أموالا ما تستطيع إن كان المال في قلبك، إن قيل لك حي على الجهاد ما تستطيع، كيف تضحي بروحك؟ وما يمكن. إن قيل لك كذا ما يمكن، لكن لما تكون الدنيا في قلبك تعطيها ولا تفكر ولا تسأل. هذا هو الزاهد الحقيقي الذي تكون الدنيا في يده، يقلبها كيف يشاء ويتركها كيف يشاء متى شاء. لكن الزاهد الكاذب هو الذي يدعي أنه زاهد وحب الدنيا متمكن في قلبه، لا يكاد يخرج من المال شيئا، لا يكاد يخرج من الوقت شيئا في سبيل الله، وإن دعي إلى تقديم روحه فهو بالأحرى أن لا يجيب وأن لا يستجيب. وهذا الصنف من الزهد الكاذب كثر جدا في القرون المتأخرة، كثر جدا. لذلك جاء الاستخراب العالمي فوجد البلاد الإسلامية محطمة أو تكاد تكون محطمة من كثرة بعد الناس عن عمارة الأرض كما يريد الله تبارك وتعالى، وعن امتهان المهن المؤدية إلى منفعة الأمة، وإلى ترك الدنيا جملة وتفصيلا، والعكوف في الزوايا والمساجد والخوانق، يعني خانقاها الصوفيات، وأماكن انعزال واعتزال الدنيا. هل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، معاذ الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعملون في الدنيا لإقامة منهاج الله في الأرض، ونشر هذا الدين العظيم، ونشر رسالة كتاب الله الكريم، وكانوا يعملون جهدهم في سبيل ذلك، وضحوا بأرواحهم وأوقاتهم وأقواتهم في سبيل ذلك. فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من حضارة، فلما اختلف معنى الزهد صرنا إلى ما صرنا إليه. فالحسن رحمه الله تعالى كان متمثلا للزهد الحقيقي، وكان يدعو إليه، وكان بكلامه ومواعظه يستجيب له الناس ويعدل كثيرا
من طرائق سيرهم في هذه الحياة. لذلك أعجب به الصغير والكبير، وتعلق به العام والخاص، وأحبه الأمير والفقير، وكان له كلمة مسموعة جدا. هذا في الزهد. أما في الوعظ فحدث ولا حرج، فهو الإمام الكبير، حتى أن كلامه كان يسجل في كتب الأدب على أنه من الطبقة الأولى الراقية من كلام الأدباء وكلام البلغاء وكلام العلماء بالعربية، مسجل في كتب الأدب الكثيرة عن أنه في الطبقة الأولى الراقية. وقلت لكم مقولة أبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى لما سئل عنه: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، كلام الأنبياء. وحقا كان كلامه كثير الشبه بكلام الأنبياء. وإن شئت الجهاد فهو رجل كثير الغزو، كثير الجهاد، جاهد في خراسان وجاهد مع أبطال شجعان مثل قطري بن الفجاءة ومثل مهلب بن أبي صفرة، وهؤلاء من شجعان المسلمين الكبار. وإن كان قطري خارجيا والمهلب يعني في جملة من أهل السنة، لكن هؤلاء من شجعان المسلمين الكبار. فأن يقاتل معهم الحسن ويوصف بأنه كان أشجع الناس مطلقا، أشجع الناس مطلقا، يعني هذا الزاهد، انظروا هذا الزهد الحقيقي، إذا وجد في معركة فهو أشجع الناس وأكبر الناس جهادا، وإذا وجد في ميدان الوعظ فهو أكثر الناس تأثيرا في وعظه، وفي ميدان الميادين الأخرى كما سيأتي فهو المبرز فيها. وكان المهلب بن أبي صفرة على شجاعته المفرطة إذا قابل العدو يقدم الحسن لشجاعته، يقدم الحسن، وكان كثير الغزو. هذا إذن جزء من شخصية متكاملة، الجهاد في سبيل الله، العمل لدين الله. الجهاد ماذا يمثل ها هنا؟ العمل لدين الله ولتمكين شريعته في الأرض، هذا الذي نريد. أما نريد من الزهد أن يعتزل الناس الدنيا ويمكثوا في المساجد ولا يعود لهم أثر نافع في دنيا الناس ولا يعود لهم عمل نافع في دنيا الناس، فهذا أبعد ما يكون عن الزهد الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الجوانب المهمة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا كان صاحب جولة وصولة كبيرة فيه، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم. يأمر الأمير كما يأمر الحقير، ويأمر الكبير كما يأمر الصغير. وكان ممن أمره ونهاه الحجاج، فالحجاج كان أمير العراق في زمان الحسن، وكان قد بلغ من الفجور والفسق وقتل المسلمين المبلغ الذي لم يبلغه أحد قبله قط. وسئل عنه الحسن، اسمعوا، على أنه كان فاجرا فاسقا ظالما عدوا لله عدوا للمسلمين والصالحين، سئل عنه الحسن، رجل جاء فقال: يا أبا سعيد، إني حلفت بالطلاق أن الحجاج من أهل النار. هكذا الرجل جاهل، لأن الأصل في عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله أو إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له معصوم بالجنة أو بالنار. أما أن نشهد نحن بالجنة أو بالنار لأحد فإن هذا لا يجوز أبدا ولا يصح، نرجو له الجنة نخاف عليه النار، أما أن نشهد له بالجنة أو نشهد له بالنار فهذا تألٍ على الله وقطع، أعوذ بالله منه. فالحسن قال: والله ما أدري ما أقول لك، لقد كان الحجاج فاجرا فاسقا، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء. هذا العقل، وهذا منهاج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال. فالحجاج على فسقه وظلمه وعدوانه لا نشهد له بالنار أبدا، لكن نخاف عليه من النار لأنه تجرأ على محارم الله وقتل آلافا من المسلمين وعشرات من الصلحاء والعابدين والعاملين من التابعين. فهذا يعني هذا من فقه الحسن رحمه الله، على فجور الحجاج وبطشه وسطوته وظلمه وأنه كان لا يراجع، نادى الحسن فأتي به إليه، فقام بين يديه وبادره الحسن، قال: يا حجاج، كم بينك وبين آدم من أب؟ كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير. قال: أين هم؟ قال: ماتوا. قال: فاعتبر بهم
ونكس الحجاج رأسه وخرج الحسن. الحجاج الذي قتل سعيد بن جبير الذي يقال أنه سيد التابعين وكان يعني صاحبا للحسن وقتل علماء وصلحاء، لم يمنع ذلك الحسن أن يجهر له بالموعظة وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. فهذا موقف يحسب للحسن، موقف رائع وموقف جليل، أخذ الله قلب الحجاج وصرفه عن الحسن. إن القلوب يا إخوة بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا أرضينا الله أرضى الله تعالى عنا الناس وجلب لنا القلوب وحبب إلينا وحببنا إلى الناس وحبب الناس إلينا. هذه نقطة مهمة لابد أن تفهم. عمر يا ابن هبيرة كان واليا على العراق وولاه يزيد بن عبد الملك الخليفة، فجمع الشعبي وجمع ابن سيرين وجمع الحسن وجمعهم جميعا في بيت لمدة شهر، ثم خرج عليهم متوكئا على عصا وكان أميرا للعراق، فقال إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك قد والله تعالى الخلافة، وله في أعناقنا بيعة، وله علينا السمع والطاعة، ويأمرنا بأمر فننفذه بلا مراجعة، فماذا تقول؟ قال ابن سيرين ورى له بكلام، والشعبي ورى له بكلام يعني. فلما جاء إلى الحسن واجهه وجبهه بكلام غليظ صعب، قال يا عمر ابن هبيرة اتق الله في يزيد وخف الله في يزيد ولا تخف يزيدا في الله، ويوشك أن ينزل بك ملك كريه المنظر يخرجك أو ينزلك من سريرك ومن ساعة قصرك إلى ضيق قبرك، وما زال به يعظه حتى بكى الأمير وصرفهم وأضعف جوائز الحسن رحمهم الله تعالى جميعا. إذن كلمة الحق يقولها في موطنها بلباقة وبقوة وبقوة، وهكذا ينبغي. يعني موقف له رحمه الله تعالى أيضا مع علماء السوء الذين يضلون أو يضلون الناس بفتاواهم ويضلون الحكام والأمراء بفتاواهم، فوجدهم مرة مجتمعين عند أحدهم فقال ما جمعكم ها هنا؟ فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، تفرقوا فقد أخزيتم القراء والله. هكذا يصدع بكلمة الحق في وجوه أولئك، وهكذا نال المكانة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى. كان له كلام كما قلت لكم من نفائس الكلام ومن درر الكلام ومن الطبقة الأولى الرفيعة في الكلام، ذاك أنه ربي في حجر النبوة الشريفة وكان له منزلة كبيرة جدا في عصره على كثرة ما في عصره من بلغاء ومن حلماء ومن فصحاء ومن علماء، لكنه رحمه الله تعالى فاق الناس جميعا في هذه القضية. المهم له كلام في القرآن من أجمل وأرقى أنواع الكلام، وله استنباطات قرآنية جليلة جميلة. مثال: جاءه رجل فشكى إليه الفقر قال استغفر الله، وجاءه رجل آخر فشكى إليه أنه ليس له ولد فقال استغفر الله، وجاءه رجل ثالث فشكى إليه جدب بستانه وتأخر المطر فقال استغفر الله، فقاله أصحابه في ذلك يعني كيف؟ قال ما جئت بشيء من عندي، فإني قرأت قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فصاحب المال الذي شكى فقرا يمددكم بأموال، والذي لا يجد الولد قال وبنين والمطر وهكذا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا فهمه في كتاب الله. هنا قصة لطيفة. عمرو بن ميمون ابن مهران أبوه كان من كبار التابعين، وقيل إنه من الثمانية الذين انتهى إليهم زهد التابعين في البصرة. المهم
فهذا ميمون بن مهران خرج يوما ويقوده ولده عمرو، وأبوه كان كبيرا في السن طاعنا، قال: فمررنا بسكك البصرة فإذا بجدول ماء فلم يستطع الشيخ أن يتعداه، قال: فوضعت جسدي على الجدول ومر على ظهري. انظر البر كيف، بر الولد بأبيه، وضع جسده على جدول ومر الوالد فوق ظهري وتابعنا السيل. فجئنا إلى بيت الحسن فدققنا عليه الباب فإذا بجارية سداسية، سداسية يعني كم؟ 6 سنوات. اسمعوا الجارية العجيبة اللي عمرها 6 سنوات، حتى تعلم ما نزل بنا من البلاء، 6 سنوات تكلم هذا الكلام. فطرق الباب، قالت: من؟ قال: عمرو بن ميمون. قال: ميمون بن مهران. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. وهذا لأنه هذا الحادث في بعد أن توفي عمر رضي الله عنه، لأن عمر توفي سنة 100 كما تعلمون، تولي الخلافة سنة 99 وتوفي سنة 100، والحسن توفي سنة 100، فكان هذا الحادث ما بين 100 و100. فقالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. قال: نعم. قالت: ما الذي أبقاك إلى زمان السوء هذا؟ هذا جاري عمره 6 سنوات تقول هذا الكلام لميمون ابن مهران. فبكى الشيخ وانتحب حتى سمعه الحسن من الداخل، فخرج إليه وعانقه وأدخله إلى البيت، فقال: يا أبا سعيد، إني وجدت قسوة في قلبي فجئت إليك فاستلن لي منه. يعني قلبه قسى، هذا على يعني قسوة قلبه، يعني يمكن ما يدركه أحد منا اليوم في رقة قلبي، لكن هكذا يقول تواضعا منه رحمه الله، هو الزاهد الكبير. قال: فاستلن لي منه. فقال: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. 3 آيات. قال: فسقط الشيخ يبكي ويفحص برجليه حتى أغمي عليه. اسمعوا 3 آيات تتلوها الحسن على ميمون بن مهران، فيسقط ويبكي ويفحص برجليه من شدة البكاء حتى يغمى عليه رحمه الله تعالى. فلما أفاق قالت الجارية: قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فصيحة البنت، فصيحة: قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فقام عمرو، أخذ بيد والده وخرج. فقال: يا أبتي، هذا الحسن لقد كنت أظنه أكبر من هذا، لقد كنت أظنه أكبر من هذا، يعني في وعظه وأدبه ومنطقه، فهو ما فعل إلا أن تلا علينا آيات من القرآن. قال: أسكت يا بني، فوالله لقد تلا علينا من القرآن ما لو فقهته لأبقى لك في قلبك كلوما. والكلوم جمع كلم، والكلم هو الجرح، الجروح، يعني لو فهمت الذي قاله الحسن لأبقى لك في قلبك كلوما جروحا، لكنك ما فهمت. فالحسن يعني هذه الموعظة الرائعة من القرآن، أيضا كلامه في القرآن، قال: إن الله قد أخذ على الحكام، ويعني بالحكام طبعا القضاة، القضاة كانوا يسمون القضاة حكاما، إن الله قد أخذ على الحكام ألا يغيروا شيئا من أحكام الله، وألا يخشوا في الله لومة لائم. فقال جل من قائل: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال في قضية الحكام هذه نفسها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكان يعظ القضاة بهذا الوعظ البليغ رحمه الله تعالى. وله أيضا في القرآن كلام جليل، مثل قوله في قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يحذر ويتكلم ثم يقول: يا ابن آدم، احذر الدنيا
فإنك إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا فتح عليك 10 أبواب بعد ذلك. وهذا ملاحظ ومهم جدا أن نفهمه. انتبه ماذا قال؟ قال إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا، فهو لم يرد أن يزاهد الناس في الدنيا بمعنى القعود وعدم الامتهان وعدم العمل، لا، لكن على ألا يكون ذلك بابا إلى الدنيا فقط، بل يكون بابا إلى الدنيا وبابا إلى الآخرة، بابا إلى عمارة الأرض وبابا إلى عمارة الآخرة. لا يجوز أن نفرد أحدهما بعمل، لا نفرد الآخرة ونترك الدنيا، ولا نفرد الدنيا ونترك الآخرة. هذا هو الزهد الحقيقي، وهذا الذي عناه الحسن رحمه الله تعالى، أنه لم يجد نكيرا من الصحابة عليه، وكان الصحابة ذوي فهم مستقيم وفهم مضيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو فهموا أن الحسن يريد غير ذلك لأنكروا عليه، لأنكروا عليه. ويقول في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول: إن الله جمع الخير كله في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، جمع فيه طاعة الله، وجمع الشر كله ومعصية الله في قوله البغي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالفحشاء والمنكر والبغي تجمع كل خلال معصية الله والعياذ بالله. ومثل هذا كلام كثير. ويقول في كلام عام من أدبه وبلاغته ومواعظه، يقول: بئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقاك. يعني متى ينفع الدرهم والدينار صاحبه؟ إذا فارقه، فإذا بقي عنده ما ينفعانه. وله كلام طويل في بليغ رحمه الله تعالى. أما التفسير فهو إمام في التفسير، وكلامه منقول لمن أراد أن يعرف كلام الحسن البصري في التفسير، موجود في بكثرة في تفسير الطبري محمد بن جرير رحمه الله، متوفى سنة 1300، وفي تفسير القرطبي محمد بن أحمد، متوفى سنة 75 و600، وفي صحيح الإمام البخاري، حيث أفرد فصلا في التفسير ونقل عن الحسن جملة منه رحمهم الله تعالى جميعا. فهو مفسر منقول عنه التفسير. وأما في الحديث فقد روى عنه البخاري ومسلم، ويكفيك هذا توثيقا للرجل، فقد اتفق عليه الشيخان، وهو قد عاصر زمنين: زمن الحفظ وتناقل الأحاديث بالحفظ في صدور الرجال، وزمن التدوين. فإن التدوين ابتدأ منذ زمن الصحابة كما تعلمون، عبد الله بن عمرو بن العاص كان له كتاب يكتب فيه وغيره. المهم، واكتبوا لأبي شاه، كان هناك تدوين لكن لم يكن تدوينا عاما. زمان التدوين العام ابتدأ من الزهري، وبأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي الخامس رضي الله عنه. فطبعا الحسن عاصر عمر ومات بعده بتسع سنوات، فهو قد عاصر الزمنين: زمن التدوين وزمن الحفظ والتناقل من أفواه وصدور الرجال. وإن شئت الفقه فهو إمام في الفقه، وأقواله الفقهية موجودة في الكتب التي تعنى بالفقه المقارن. مثل إيش؟ مثل مجموع الإمام النووي وكتاب الشافعي، فقه الشافعي، لكنه يعنى بالفقه المقارن مع المذاهب الأخرى. مثل المغني للإمام الكبير ابن قدامة، ويعني مثل عدد من الكتب التي تعنى بهذا بذكر المذاهب الفقهية موجود له مذهب موجود. حتى أن بعض السلف ألف كتابا في فقه الحسن، في مسائل الحسن الفقهية، بلغ 7 مجلدات في كلام الحسن الفقهي، في كلامه عن الآثار فقها ودراية رحمه الله تعالى. أما وعظه أيضا عجيب، كان يؤثر في القلوب. ومن الطريف أنه جاءه واعظ وهو في المسجد، جاء واعظ فوعظ، فلم يرق الحسن، اسمعوا، لم يرق الحسن، قال: يا أخي، إما أن يكون بنا شر أو أن يكون بك شر، هناك مشكلة بيننا، إما أن تكون فيك أو تكون في. لأن الحسن لم يرق قلبه، لم يرق للموعظة، فإما أن يكون الحسن يقول بي شر أنا أو أنت بك شر. يعني أن الموعظة إذا خرجت من القلب تدخل القلب، وإذا خرجت من اللسان لا تغادر الأذن.
فهذا وعظه. لكن من الوعظ العجيب أنه كان مرة في المقابر مع الفرزدق ويدفنان النوار، النوار هذه امرأة الفرزدق كان قد طلقها وندم عليها ندما شديدا وألف فيها الأشعار إلى آخره. فقال: يا أبا سعيد، أتدري ما يقول الناس اليوم وهو في المقبرة وكلاهما على فرسه؟ قال: وما يقول وما يقولون؟ قالوا: يقولون: اجتمع شر الناس ويعنوني وخير الناس ويعنونك. يعني اجتمع شر الناس وخير الناس، خير الناس الحسن وشر الناس الفرزدق، يقولون هذا. قال: لا تقل هذا، فكم من أشعث أغبر ذي طمرين هو أفضل مني، وكم من شيخ مشرك أنت أفضل منه، ماذا أعددت للآخرة؟ قال: أعددت لها لا إله إلا الله. قال: وقذف المحصنات، مشهور فرزدق شاعر ويقذف المحصنات. قال: فهل من توبة؟ قال: نعم، رحمه الله تعالى. هل من توبة؟ قال: نعم. ويحكي في المقابر أيضا، قال: جاءنا بشر بن مروان وكان أخا لعبد الملك أمير المؤمنين، فقال: جاءنا واليا على العراقين، ويعنون بالعراقين الكوفة والبصرة في ذلك الزمان. قال: جاءنا واليا على العراقين، بقي 40 يوما وخرجت قرحة في رجله فمات منها، خرجنا به إلى المقابر، وخرج 4 من السودان، يقصدون بالسودان يعني الذي لونهم أسود، بغض النظر ما كان هو السودان بالحدود الجغرافية معروف، بل السودان يعني كان السودان الحالي ودول وسط إفريقيا وغرب إفريقيا تقريبا. المهم، فقال: كان 4 من السودان يحملون صاحبا لهم، ونحن نحمل بشر بن مروان. فأتينا به إلى المقابر، وضعناه ووضعوا صاحبه، صلينا على صاحبنا وصلوا على صاحبه، فأخذناه إلى المقابر فدفناه ودفنوا صاحبه بجوار قبر بشر. قال: ثم انصرفت فحالت مني التفاتة مرة أخرى إلى القبر لأراه، فلم أدري قبر بشر من قبر الحبشي، فعجبت لذلك، وكان ذلك أبلغ موعظة. يعني هذا الأمير وأخو الخليفة وكذا دفناه بجوار هذا الرجل المسكين، فلم يعد يدرى قبر الأمير من قبر ذلك الحبشي، وفي ذلك أبلغ موعظة، رحمه الله تعالى. والحسن كان أيضا له أصحاب يعينونه على الخير ويقومون معه فيما يريد، وكان يجتمع بهم في بيته يتذاكرون المعاني. وإذا قال العلماء يتذاكرون المعاني، يريدون معاني الآيات والأحاديث، يعني لا يركزون على الآية ومعنى الكلمة أو سبب النزول أو كذا، لا، يركزون على المعاني الوعظية، المعاني القلبية. كان إذا أراد أن يفسر أو يحدث أو يعلم الناس الفقه في الدين يذهب إلى المسجد، فإذا أراد أن يخلو بصحبه وبنفسه ويتدارس المعاني فإنه يجلس في بيته ويخلو بأصحابه. مر جاءهم رجل فسألوا مسألة فقهية، قال: أف لك، فإنما اجتمعنا بإخواننا نتذاكر المعاني، فإن أردت شيئا فاطلبه في المسجد. هذا كلام سديد ورائع من الحسن. سفيان بن سعيد الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث قال: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كيف يعني هذا المعنى؟ كيف هذا كلام من سفيان؟ وكيف هذا كلام من الحسن البصري؟ يريدان أن كثرة المسائل وكثرة تداول الأحاديث والفقه وكذا بدون انتباه إلى المعاني الوعظية والرقائق القلبية التي فيها تقسي قلب المرء وتجعله قاسيا، تجعله جامدا، تجعله يعني نادر الدمعة وقليل الدمعة. لذلك تجد أكثر الفقهاء وأكثر العلماء وأكثر من اشتغل زمانا طويلا بالعلم وكذا، تجده يعني قلبه فيه قسوة، تجده فيه شدة، تجد يعني ليس بلين، ليس، وسبب كثرة اشتغاله. لذلك كان السلف يحذرون، وقال خالد بن حميد المهري، كان عبد الله المبارك يدرس أصحابه فإذا استثقلهم وكثر قال: قوموا إلى خالد بن حميد المهري وتعلموا هذه الرقائق لتلين قلوبكم. هذا يفهم منه إذن قول سفيان: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
ونفهم منه أيضا الحسن البصري عندما صد ذلك الرجل عن السؤال في الفقه لأن يريد أن يخلو إلى المعاني القلبية ويجعل ساعة لنفسه يتفرغ فيها. وهذا ملاحظ فينا، ندرس ونحفظ المنظومات وندرس العلم الشرعي وكذا ولا نكاد نلتفت إلى أهمية قيام الليل وصيام النهار وترقيق القلب وزيارة المقابر وتقليل الطعام وتذكر الآخرة وتذكر. فلذلك تقسو قلوبنا شيئا فشيئا، فإذا قسى القلب ماذا يحدث؟ قلت التقوى، قل الخوف من الله. فإذا قلت التقوى وقل الخوف من الله كثر علماء السوء وكثر البعد عن منهاج القرآن الكريم وسنة رسول الله العظيم صلى الله عليه وسلم. لذلك هي قضية خطيرة، فكان الحسن ينتبه إلى هذا ويحذر أصحابه من هذه القضية المهمة. وأنا كما قلت لكم شيخ مجرب عاش طويلا وعاش زمانا استطاع فيه فعلا أن يدرس زمانه، كما قال الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوي وله ترجمة جليلة للحسن البصري في كتاب رجال الفكر والدعوة في الإسلام، رجال الفكر والدعوة في الإسلام كتاب مهم، تحدث فيه عن مجموعة، تحدث فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأفرد له كتابا، تحدث فيه عن مجموعة من السلف وأفرد لهم كتابا، وتحدث فيه عن مجموعة من الخلف وأفرد لهم كتابا، لكن تحدث في كلام جليل عن الحسن البصري وأن رجل فهم زمانه ودرس أوضاع زمانه وخرج بكلام مثل الدر والياقوت. وطبعا لا يسعني هنا أن أذكر كل كلامه، فهو ما يعني يند عن الحصر ويخرج عن الطاقة، لكن أنا أنصح إخواني في الحقيقة بالرجوع إلى مثل هذا الكلام، كلام رائع وجليل ومؤثر وفي مكانه، لأنه يخرج من فم رجل جمع بين الفقه وبين الحديث وبين التفسير وبين التقوى والورع والخشية وكثرة البكاء وكثرة الحزن، وهذا لا يكاد يتوفر إلا لقليل من الناس، إلا لقليل من الناس. وكان يعيش في زمان كما قلت لكم في بداية حديثي طغى فيه شيء من الترف على كثير من المسلمين، وفي البصرة في العراق والتوسع في الفتوحات والأموال الجزيلة الجسيمة، فكان لذلك قد نذر نفسه لتصحيح المسيرة، وكان كثيرا ما ينادي في الناس ويقارن بين زمان الصحابة وزمانه ويحث الناس على الرجوع إلى البر والتقوى والخوف والخشية. من النوادر والطرائف في زمانه أنه كان يعنى بالعربية، طبعا من المعروف، فجاء رجل فقال يا أبو سعيد، فقال أشغلك كثرة الكسب والصفق في الأسواق أن تقول يا أبا سعيد، لأنه هو صحيح أن يقول الإنسان يا أبا سعيد، فقال له يا أبو سعيد، فقال أشغلك كثرة الكسب في الأسواق عن أن تقول يا أبا سعيد. فجاء إليه رجل وقال يا أبو سعيد أدخل، هذا رجل ثاني، قال فسكت، قال يا أبي سعيد أدخل، فسكت، ثم قال قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل، والثالثة يا أبا سعيد، ناهي لا يا أبا ويا أبو يا أبي، ليس هناك رابعة. فيقول له يا أبو سعيد أدخل، فصمت، قال يا أبي سعيد أدخل، قال قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل. وجاء إليه رجل فقال مات رجل وورث أباه وأخاه، وورث أبوه وأخوه، نعم، قال مات رجل وورث أبوه، قال لا، قال مات رجل، نعم، وترك أباه وأخاه، وترك أبوه وأخوه، قال قل وترك أباه وأخاه، قال فما لأباه وأخاه، قال قل فما لأبيه ولأخيه، يعني ما يصلح، فهمتم؟ قال ومات رجل وترك أبوه وأخوه، قال قل وترك أباه وأخاه، لأنه مفعول به. وقال طيب فما لأباه ولأخاه، قال قل فما لأبيه ولأخيه، قال فإنك يا أبا سعيد لا تريد إلا خلافي، لا تريد أن تخالفني، قال أنا يعني أصرفك إلى الصواب، أنت تريد أن تخالفني إلى الخطأ. وهكذا يعني كان له بعض النوادر في قضية العربية، وكان يعنى بالعربية، ووصله أن قوما يجلسون ويدرسون العربية ويتعلمونها، قال أحسنوا إذ تعلموا لغة نبيهم.
وجاء رجل إلى ابن سيرين وقال له: يا إمام، إني رأيت طائرا. وابن سيرين معبر كبير وإمام في التعبير، رؤى يعني مشهور. قال: إني رأيت طائرا جاء إلى المسجد فأخذ أحسن حصاة فيه وطار. قال: إن صدقت رؤياك مات الحسن، وذاك لأنه أحسن من بقي من المسلمين. فمات الحسن بعد قليل، ومات بعد ابن سيرين في عام واحد بعد 100 يوم من وفاة الحسن، فرحمهما الله تعالى ورضي عنهما. ومن العجائب أن مسجد البصرة الجامع صلي فيه الظهر على الحسن، صلي فيه الظهر على الحسن، وانشغل الناس بجنازته حتى أنه لم يصلي أحد من الناس العصر في مسجد البصرة الجامع. يقول حميد الطويل: وهذا لم يحدث في الإسلام إلى زماننا هذا إلا في وقت دفن الحسن رحمه الله تعالى، إذ لم يبقى أحد من أهل البصرة إلا وخرج في جنازته رحمه الله تعالى وألحقنا به في الصالحين. هذه سيرة رجل عظيم كان قد بلغ شأوا رفيعا من العلم والزهد والورع والتقوى والخوف والخشية من الله، وعبر عن ذلك كله بكلام جليل عظيم. فما أحسن ما صنع، وما أجمل حياته المباركة الطويلة، 90 عاما، قرابة 90 عاما، قضاها في طاعة وقضاها في قربة. فأسأل الله تعالى أن يعلي درجته وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة نتحدث فيها عن إمام من أئمة السلف العظام، وهو جعفر الصادق، إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.